إحدى السيدة الفاضلة التي تعمل من سنوات طويلة، حنأخذ منها الكلام بالضبط. أنا حمام محمد حمد العربي، أنا ولدت عند صيدلية بخش ثانوية عامة. ما شاء الله، متى بدأت نشاطك التجاري؟ بدأت التجارة حقتي كنت أشتغل مع جدتي، خيط أرز، إيه، أصلح الشمال، أصلح الثياب الناصرية. 1412 أيوة. بدأت أمي أيوة. في هذا المكان عندها عبايات، عبايات أحجبة، طرح وأحجبة، أيوة. كانت هي أول سيدة تشتغل في السوق. إيش؟ والله طلعوا عيني، طلعوا عيني، كيف فرمة اللي بيننا، كيف أيوة. يعني كذا عندهم أيوة. الفكرة هذه، رغم أنه كان في حريم يبسطوا في الشارع، خصوصا الأجانب يبسطوا في الأرض، يبيعوا أيوة. البيز ويبيعوا الشغلات هذه البدويات، خصوصا الأجانب ما يبغون السعودية. يقولوا لي 9 أعشار الربح في التجارة، أيوة. أقول لهم اللي حصل الفترة الأخيرة، العقود الأخيرة، 9 أعشار الربح في التستر. تخرج بالثانوي ومع 412 هجرية، يعني 27 عام وهي تعمل في برحة القزاز، تمحل هنا خلف الزمزمي بسطة. كنت تساعد أمك وين كنت تجوين؟ لا أنا أساعدها، إنه هذا 45,000 بعدين نزلها لي 40، الحين نزلها لي 35 من العام، وولت العام 30. أنت مفخرة لسيدات الطائف، أنت مفخرة لسيدات الوطن، الله يبارك فيكي وفي رزقك، أنت مثال يحتذى به لبنات الوطن. وأنا أشكركم وأنا متأكد كل أبناء الوطن وسيدات الوطن يفخروا بكم ويعتزوا بكم. الله يوفقكم إن شاء الله. نصبر لازم، هذه بلدنا، هذه بلدنا، الله يعزها ونتكاتف. والله أنا أبغاك يا خالة حمامة، أي سعودي يشتغل توقفي معه، أي سعودية توقفي معه، ما عندك تعطيها